الحب حاجة وقرار الارتباط أكيد بيبقى له حسابات كتيرة جدا. الحقيقة هو طبعا. ده كان أغرب يعني. مين كان أشجع وفتح التاني الأول؟ أنا كنت من جوايا قاعدة أسأل نفسي، هل يا ترى هي معجبة بيا زي ما أنا معجب بيها؟ هل هي منجذبة ليا زي ما أنا منجذب ليها؟ لغاية ما جت في يوم بعتت لي رسالة غريبة جدا، قالت لي إيه، أنا بشكر ربنا إن في ناس حلوة كده في حياتنا زيك. قلت في ناس كده حلوة في حياتنا زيك، وإيه صيغة الجمع ده، حياتنا وناس حلوة يعني ناس حلوة وحياتنا يعني ناس. لا لا هو على المستوى الشخصي مينا انسان قوي، يعني اللي يقرب له قوي يكتشف ان هو فعلا شخص ما حصلش. يعني كل ما تتكلمي معاه اكتر كل ما تلاقي نفسك في عالم تاني، انت فعلا عندك شعور. ما حصلش ازاي؟ ايه اللي بصي، يمكن مينا من اول مره قابلني قال لي كلمه هي فعلا اتحولت لحياه، يمكن من قبل ما قابله لحد النهارده وهي كده. يعني هو قال لي بصي انا ما اقدرش اوعدك بكره هيكون عامل ازاي، الحياه فعلا بيبقى فيها تحديات ومشاكل، يعني ما اقدرش اوعدك ان بكره مش هيبقى فيه مشاكل، بس اقدر اوعدك اني هفرحك، اوعدك بالفرح ان بكره هيبقى كله فرح. وفعلا من اول لحظه، يعني من اول لحظه قابلته لحد النهارده. يا مريم ويمين، هو هي دي طبيعته، هو دايما بيفكر ازاي يفرحك. انا بقى قلت بقى ايه، انا طب احنا قاعدين فتره بنتكلم في التليفون، انا نازل يا مريم الاسبوع الجاي القاهره. لا انت لما جات لك الرساله دي بقى قلت انت عايز تحط نقطه على الحروف، عايز تفهم. انا قلت لها بصي انا 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 احنا هنتقابل يوم الاحد، الكلام ده كان يوم جمعه، احنا هنتقابل يوم الاحد، وانا الرساله دي انا مش هرد عليها، انا اتعودت ان انا لما اقول كلام مهم في حياتي اقوله وجها لوجه، فانا يوم الاحد باذن الله هقوله. وما تحاوليش بقى، هي بقى لقيتها بتقول هتقول كلام مهم، ها هتقول ايه، ها هتقول ايه، ها مشكيت صراحه قلبي طبن شويه لما هزرت كده، قلت هتقول ايه. فيوم الاحد بقى جيت وقلت ايه، اجيب ايدي فاضيه، ما انا لازم اجيب حاجه، فلازم اجيب هديه برضه في الاول. فانا بقى ايه قلت لا، انا مش بتاع هدايا تقليديه، انا يعني اطلع من الكلام اللي كان بيدور ما بيني وبينها حاجه فعلا هي تكون محتاجاها وتيجي ليها تفرح قلبها. فكان من ضمن الحكايات اللي هي بتحكيها انه يعني هي لما باباها ومامتها اتوفوا واختينها الاثنين اتجوزوا، هي كانت عايشه لوحدها في البيت، فكان من اصعب اللحظات اللي تيجي عليها لما النور يقطع. انا بقى قمت ايه، انا خلاص نازل يوم الاحد. طب معلش لحظه واحده، انا يعني مثلا تفكر تجيب لها كشاف مثلا. هو ده بقى قلت بقى لواحد صاحبي شغال في مندوب في شركه ادويه كبير، ده يعني هارس المنصوره بقى ايه زي ما بيقولوا كساحه مساحه كده. قلت له بص، انا حاولت ادور عليه ما لقيتوش، قلت له بص تقلب لي المنصوره دي، تطلع لي كشاف بطاريه اللي هو ايه بيتشحن بالكهرباء، مش بطاريات ومش فيشه، لا انا عايزه بيتشحن. يقول لي طب انت عايزه ليه قوي كده، شكله ميعاد وبتاع. قال لي انا اعرف ان واحد يجيب في اول ميعاد بوكيه ورد دبدوب بصراحه، وده اللي احنا نعرفه ورد كشاف. يا فعلا انا مبسوطه جدا. فجبت لها كشاف، مره جبت لها كشاف، مره جبت لها بوتاجاز الكهرباء، مره جبت لها باور بانك بس عشان الموبايل بتاعها لاي يقطع، اللي هو هدايا في ايه ليها الغرض. بس كل ده لسه ما قلتلهاش انا عايز اتجوزها. لا في الاول، اول مره ما كانش ليها. جاي بقى بالكشاف، اتفقت معاها، اتفقت معاها، قلت لها ايه واثق من نفسك. انا قلت وفعلا انا في اكتر يوم في حياتي كنت واثق من نفسي، وجايب بقى ايه لابس احسن لبس عندي، وبطلب بقى يعني الابلكيشن بقى اللي بتوصل من اي حته لاي حته، نازل من البيت وبتجي العربيه لغايه عندي، ورحت شيرت لي اللوكيشن بتاع الشغل بتاعها، قلت لها انا هاجي اخدك من الشغل ونقعد في اي مكان. وانا في السكه بعت لها شات بقى فرحان بنفسي يعني، كان على فكره اسهل ان انتوا تتقابلوا في المكان، انما انت عايز تعدي عليها تاخدها. انا قلت اعدي عليها اخدها ونروح في اي مكان، وفعلا رحت اخدتها، ومن اول لحظه بقى هي دخلت العربيه كده يعني ايه قلبي فرح كده ان انا ايه شفتها يعني. وفعلا رحنا مكان رائع في كورنيش المعادي، جميل جدا. المهم قعدنا فعلا، اول ما نزلنا من العربيه لقيتها
مع يعني جايه لي من الباب الثاني كده وبتقول لي ها هنمشي ازاي؟ قلت لها اعمل ايه؟ قلت لها طبعا هتمسكي ايدك يعني امسك ايدك يعني اكيد يعني. وفعلا ايه مسكت ايدي وبدانا ندخل مكان. ولقيت حاجه غريبه بقى انه كل لحظه واحنا معديين هي قاعده توصف لي المكان بتفاصيله. تقول لي واحنا نازلين دي مجموعه سلالم وما بين كل مجموعه سلالم وسلالم في بسطه، على ايدنا اليمين هتلاقي ورد وعلى ايدنا الشمال في ورد والوان الورد ايه، وقدامنا الكورنيش والكورنيش السور بتاعه منحنيات مش سور مستمر. وبدات توصف لي بالتفاصيل وكل ما هي بتوصف حاجه الدنيا قاعده تنور في عينيا كده، وقاعد اشوف بقى الالوان والاشجار والاشكال. انا بيبقى ذهني محضر صوره معينه متخيل لا هي الصوره اللي بتنقلها اجمل كتير واحلى كتير. وتمسك ايديا بقى شوف الورده دي عامله ازاي وشوف الورده دي لونها ايه وبتاع. المهم فضلت كده لغايه ما دخلنا وقعدنا على الترابيزه ورسينا على المكان. فانا قمت قلت لها انت وصفتي لي المكان كله بس لسه ما وصفتيش اهم حاجه، انت لابسه ايه بقى النهارده؟ لقيتها بتتكلم. انت عايز تخش في الموضوع بقى عايز قالت لي انا لابسه فستان اسود وبتاع وبدات ايه توصف. بقول لها بصي يا مريان يعني انا كنت قاعد بحضر كلام كتير بس انا مش لاقي يعني الكلام اللي انا حضرته. انا اقول لك انا افتح قلبي واقول لك كل اللي قدام كل اللي في قلبي بكل صراحه كده. انا يعني ما شفتش في حياتي شخصيه جميله ومنوره زيك، وانا معجب بيكي جدا وبتمنى ان انت تكوني هديتي في الحياه. وعارف ان دي مسؤوليه كبيره يعني ان انا لو كنت انت هديتي في الدنيا اللي ربنا محضرها لي انا بوعدك ان انا هبقى لك كل حاجه في الدنيا. انا هبقى لك الاب اللي ما فيش في الدنيا حد يتمنى ان يبقى حد احسن منه غير الاب مع ابوه، وهبقى لك الام اللي لو يعني في الدنيا كلها تلاقي حنان تتمني حنان هتلاقيه معايا، وهبقى لك الاخ الكبير الجدع اللي تلاقيه في اي وقت وتتقلي عليه براحتك. انا خلاص عيطت ولقيتني بسترسل بكل تلقائيه وانا ما كنتش محضر الكلام ده. هو كان مفاجاه يعني في حياتي احنا كبنات بيجي لنا عرسان كتير وعارفين طريقه اي واحد بيروح يتقدم لواحده ايه اللي بيقوله. لا وكل معظم او كتير من الناس تعمل بحر طحينه في الاول بس هو ده كلام من قلبه بس. فهو كان حاله فريده من نوعها فعلا في كل حاجه. فانا بقول له بصراحه مينا يعني من ساعه ما جيت يعني وانا جايه في السكه كده وانا قاعده بفكر يعني كان عندي احساس انك هتفتح الموضوع بس الحقيقه انا مش عارفه ازاي اقول لك بكل بساطه ان انا موافقه. تقول لي انت كانك بتدوس على زراير كده يعني مش عارفه اقول له فكر ما قلتش يعني ما حسبتش اي حاجه. مين احب اقول لك انه الكشاف كان مفعول جامد جدا جدا يعني كله خلص كله خلص وفعلا فعلا ده كان احلى يوم في حياتي.